السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشوف مع بعض برنامج لايبراري اوفيس رايتر، وعامل زي مايكروسوفت اوفيس الوورد بس هنا مجاني واوبن سورس. طيب دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ نظبط الصفحة بتاعتنا. لو انا دوست على كنترول وحركت البكرة اللي في النص بتلاقي الصفحة بتكبر وتصغر معايا، تقدر تشوف الصفحات بالشكل دوت. طيب وممكن برضو اجي هنا على الفورمات واقول له ان انا عايز بيج ستايل، فبيبدأ يجيب لي هنا الستايل الاسم بتاعه والنكست ستايل، وممكن تدخل على البيج فتختار بقى الصفحة بتاعتك، هل هي تبقى A4 ولا ليتر ولا A3 ولا تشغل بالبي. هنا الويتس والهايت بتتغير طبعا لما بتغير الفورمات بتاعك، هل انت عايز الصفحة بتاعتك بالشكل دوت ولا عايزها اللاندسكيب. خليني اقول له ابلاي، فيبدأ يخليها بالشكل دوت. هتلاقي هنا الحدود تقدر تصغرها زي ما انت عايز، مثلا التوب ممكن تروح مصغره واحد تقول له ابلاي يس، فبتقلل الهامش زيادة عن اللزوم. خليها ارجع تاني البيج لي اوت رايت اند ليفت ولا اونلي رايت، البيج نمبر الترقيم بتاعك، البيج تراي الاعداد بتاعت الطباعة او ممكن تختار حاجة معينة. هنا الاريا ممكن تشوف الاعداد بتاعت الكالر، تختار زي ما انت عايز. الشفافية ممكن تحدد مقدار الشفافية اللي انت عايزها. الهيدر ممكن تخلي فيه هيدر فوق زي ما انت عايز. الفوتر فوتر اون تخلي فيه فوتر تحت. في بوردر حوالين الصفحة زي ما انت عايز بالشكل دوت. الكولوم لو انت عايز تقسم الكلام يبقى في الناحية دي في صف عمود وهنا عمود زي ما بيحصل في المجلات والجرانين. برضو ممكن تضيف حاجة مختلفة، ممكن تقول له مثلا اعمل انسيرت في بيج بريك وفي مور بريك، بحيث ان انت ممكن تتحكم في البريك اللي موجود. ولو علمت على مثلا الجزء دوت خلينا نعمل عليه زوم نكبره، بلاقي هنا عندي ان انا اقدر اعمل ريموت وان ليفل بيتحركه كده او ترجعه كده، او ممكن تقول له حركه اكتر او رجعه خالص، او بتقول له موف داون ينزل للفقره اللي تحتيها، فقرة بيتغير مثلا الفقرة ديت اقول اب فتطلع هي قبل الفقرة اللي موجودة. ممكن تعمل انسيرت الانتري بالشكل دوت فيديك فراغات، وهنا هتلاقي احصائيات بعدد الكلمات اللي مكتوبة وكم حرف في قلب الملف دوت. وهنا تقدر تشوف الصفحات بتاعتك كملف واحد، ملف او ورقة، هنا بتشوفهم جنب بعض، هنا تشوفهم بالشكل دوت كده هما في كتاب مثلا. وهنا تقدر تعمل زوم زي ما انت عايز.